في وثيقة اليوم، إحصاء لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى خلص إلى ارتفاع شعبية حزب الله في لبنان مقارنة بالاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد عام 2020. نتائج الإحصاء تشير إلى أن أغلبية ضئيلة من المجتمع اللبناني تؤيد التركيز على الإصلاحات الداخلية والاقتصادية بدلا من الحروب الخارجية، والأبرز هو إجماع اللبنانيين الساحق بمعدل 99% وفق الاستطلاع على وجوب أن تقطع الدول العربية اتصالاتها مع إسرائيل رفضا لعدوانها على غزة. كذلك يتفق 54% من المسيحيين اللبنانيين على أن الفلسطينيين انتصروا في الحرب الحالية على رغم الدمار الكبير والخسائر الكبيرة في الأرواح. ووفق المعهد فإن 34% من المسلمين السنة اللبنانيين و 29% من المسيحيين يعبرون عن وجهة نظر إيجابية تجاه حزب الله، مقابل 93% من الطائفة الشيعية. وبحسب الاستطلاع أيضا، فإن دعم حركة حماس يتوسع في لبنان، حيث عبر 79% من اللبنانيين المستطلعين عموما عن رأي إيجابي بحماس، و 59% من اللبنانيين المسيحيين المستطلعين عبروا عن الرأي نفسه. أما لجهة دور الولايات المتحدة، فقد خلص الاستطلاع إلى أن أكثر من 70% من اللبنانيين لا يتفقون مع سياسات الولايات المتحدة بشأن الحرب على قطاع غزة. ولاحظت النتائج تحولا ملحوظا في أوساط المجتمع اللبناني تجاه القوى الأخرى كالصين وروسيا بمقدار 17 نقطة.